بصوا بقى، عايزة اوريكم حاجة فرحتني قوي وبسطتني جدا جدا. طلبت انا حاجات عادي جدا من على الفيسبوك، كانوا عاجبيني الحاجات المنظم بتاع الشيميزات والبنطلونات وكده اللي بتحط في الدواليب، هوريهولكوا دلوقتي. فلقيت البوكس ده جاي لي ومعاه الرسالة دي، ومش قادرة اقولكوا فرحتني قد ايه بجد. دول من الناس اللي نزلوا معايا البازار دكان البيوت، وانا ما خدتش بالي خالص ان هم، وطلبت عادي الاوردر ومن غير ما اعرف ان هم ناس انا اعرفهم او نزلوا معايا قبل كده. لقيتهم بعتلي البوكس وفي الكلمتين الجمال دول اللي هم بالنسبه لي اهم من اي حاجه تانية في الدنيا. بجد بجد شرفتوني ونورتوني، والكلمتين اللي انتوا قايلينهم دول على راسي من فوق، ويا رب دايما كده مع بعض في نجاح. بشكركم جدا جدا، البوكس يجنن. انا لسه ما طلعتش اي حاجه منه، بعتلي حاجات زياده طبعا. كده مع بعض ده مرق عشان ده تعمل بايد واحده، ده مرق بعتنهولي عشان اي حد بقى نازل في العربيه او اي حاجه وعايز يشرب فيه اي حاجه ياخده معايا، بيبقى محكم جدا. دي الحاجات اللي انا كنت طالباها، كانوا هيصرخوا لي في البيت بهدلت الدنيا انا دلوقتي. دي اهم الحاجات اللي بتحط فيها، عشان تحط فيها الشميز مثلا او البنطلون، تحط في الدولاب او في الدريسنج كده ونقدر نطلعهم على طول حاجه متطبقه فيهم، بيبقى في فرق بينهم وبين بعض طبعا. دول انا كنت طالباهم طبعا، بعتوها لي وبعتين لي هطيرد من البيت النهارده. الله، بصوا بصوا الجمال، دي اهي مفارش، بجد انتوا ذوق جدا، والله شكله يجنن، حلو قوي قوي. ميرسي لذوقكم بجد، دكان البيوت عندهم حاجات للبيت حلوه جدا جدا جدا، وكل الحاجات اللي احنا بنحتاجها بقى للبيت وللمطبخ والحاجات دي، الادوات المنزليه كلها موجوده عندهم. ناس محترمين قوي وتعاملاتهم جميله جدا جدا، وانا اتعاملت معاهم في البازار طبعا، انا افتكرتهم اول ما بعتولي البوكس ده، عرفتهم على طول. ده لللاندري. ميرسي لذوقكم، ميرسي لكلامكم الجميل، بشكركم جدا، انتوا ناس ذوق قوي قوي وناس محترمين جدا، وعلى راسي بجد الكلمتين اللي انتوا بعتينهم دول والهديه الجميله اللي انتوا بعتينها لي دكان البيوت. كل سنه وانتوا طيبين، ويا رب عيد سعيد عليكم ان شاء الله. بشكركم جدا.